بعد استنساخها تجربة أجنبية تحولت إحدى ورشات صناعة الأبواب الداخلية والخارجية بولاية برج بوريريج إلى مشروع محلي ناجح ينافس في السوق الوطنية بطاقات شبابية جزائرية. احنا الفكرة هذه بديناها في 2018، كان السوق يحتاج هذا النوعية من الأبواب، كانوا يستوردوها من الخارج. بدينا احنا جبنا بعض الماكينات واستعنا بعمال أجانب هما اللي عطاونا الخبرة للعمال تاعنا، دوكا الحمد لله رانا 100% عمال جزائريين. السلطات المحلية قدمت تسهيلات لصاحب المشروع، خاصة ما تعلق منها برخصة الاستغلال. قدمنا طلب للسلطات المحلية لهنا، وجانا سيد الوالي قام بزيارة لهنا لنا لهنا، وعدنا بالرخصة الاستثنائية ووفى بوعده الحمد لله، عطانا الرخصة الاستثنائية تاع الاستغلال، ورانا حاطين ملف تاع الرخصة النهائية إن شاء الله راه على مستوى الوزارة، رانا نستناو في الرد إن شاء الله. عمل مصالح مديرية البيئة يكون بالتنسيق مع مختلف الإدارات أو المديريات أو المصالح التقنية للولاية من خلال اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، من خلال تمكينهم من الرخص النهائية أو من خلال المراقبة الدورية في الميدان لهذه المؤسسات. سنة 2023 تم تسليم 57 رخصة نهائية للمستثمرين، من بينهم الحاصلين على الرخص الاستثنائية. لهذا احنا رانا نعمل يعني بجهد أن تكون تسليم الرخص الاستغلال في أقرب وقت ممكن. أبناء المنطقة وجدوا في المشروع متنفسا يسمح لهم بالحصول على وظيفة تحول بينهم وبين البطالة، ليصبحوا جزءا من المشروع، خاصة بعد استفادتهم من التكوين والخبرات المتراكمة. انا ابن المنطقه هنايا، مانيش بعيد تسمى، نسكن غير هنا برك، وموظفين تقريبا كامل ابناء المنطقه لهنا، عندنا 60 عامل كامل ابناء المنطقه. انا تلقات هنا في فيفي 2019، الحمد لله اكتسبت هنا الخبره في هذا الورشه اللي نخدموا فيها، وكما راكم تشوفوا هنا نخدموا جميع الابواب. انا ابن المنطقه هذه وتعلمت هنا بفضل هذا المصنع ان شاء الله. مشروع الأبواب هذا بدأ بخطوة بسيطة، وهو اليوم يمول المشاريع العقارية بمنتوجاته، كما أن الطموحات والآفاق كبيرة حال توفر الإمكانيات. احنا إن شاء الله نطمحوا باش ندخلوا الأسواق الإفريقية هذه من بوابة موريطانيا إن شاء الله، لانه المنتوجات الجزائريه الحمد لله دوك اكتسبت خبره واكتسبت المصداقيه في البلدان هذه، والدوله راهي موفره الحمد لله، موفره ثم معرض دائم، تسمى في اي لحظه تقدر تبعث المنتوجات تاعك تحطهم ثم وتبيع اليز. يعني احنا شاركنا في المعرض تاع المنتوجات الجزائريه في ليبيا مؤخرا، وعدنا عروض من دول ليبيا وموريتانيا وكذلك تونس، راح إن شاء الله نبدأ معهم تصدير عنا في أقرب وقت إن شاء الله. تسعى الشركة إلى الحضور في المعارض والصالونات الدولية، حيث دخلت مرحلة التصدير وتعمل على توسيعها من خلال حضور منتجاتها في الأسواق الإفريقية. حابين السلطات ان شاء الله يعاونونا في لازون، يعطيونا ان شاء الله منطقه ثما، ونبنيو ان شاء الله، نعاودو نشيدو مصنع اكبر ان شاء الله، ونوفروا اليد العامله اكبر.
مشروع الأبواب المصفحة هذا نموذج عن النجاح في خلق الثروة وفك العزلة، سيسمح بتوفير منتوج كان يستورد، كما أنه سيكون مصدرا لدخل العملة الصعبة في حال توسيعه وتطويره.